السلام عليكم سيد العقيد. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ معك أخوك من السودان أخوي، كيف أخبارك؟ منين أخوي لورد منين؟ من السودان وعايش معك هنا في بريطانيا في بارك رويال. حياك الله لورد، حياك الله، كيف حالك؟ والله الحمد لله رب العالمين. تعقيبا على كلامك، هاي حكامكم يدخلون بالشؤون الخارجية كتير. أنا كنت برضو ضابط في الأمن السوداني، نعم طلعت من السودان 2013، يعني ممكن يكون نفسي مشكلتك لكن بحاجة بسيطة كده. الشخص اللي أنا عملت معاه مشكلة هو كان ماسك وزير المعادن. ممكن تخش اليوتيوب حتعرف الكلام أنا هقوله لك. أنت لورد ضابط سوداني، أنت إيش رتبتك لورد؟ ملازم السيدو هذه المفروض يكونوا نقيب جامعين. أنت ضابط في الجيش السوداني ولا في لا، الشرطة ولا في الأمن الوطني، في الأمن الوطني الأمن الاقتصادي. كنت موزع في مطار خرطوم. ممكن جزء من الناس يمكن في اللايف يكون كلامي ده الناس تعرفني. 2013 يعني حصلت موقف، كان في آثار وذهب ماشية على السعودية بواسطة حرمة. الحرمة دي سعودية مجنسة، ما أعرف سعودية يمنية، مهم ماشية لمحمد بن سلمان ومعه كذا شخص، ما أعرف والله الأسامي بالضبط، لكن البنت احترفت. المرة هذه، عفوا يا أخ لورد، هذه المرأة الآن تتكلم أنت الآن الموضوع هذا بالسودان، جت مرأة سعودية تقصد كذا في المطار، ايه في المطار المرأة هذه لها علاقة بمحمد بن سلمان تقصد؟ نعم، وجايبة واحد من السفارة بتاعتكم، تقريبا هو رايت، ما اعتقد شخص سياسي، يعني في اسمهم في الملحق الدبلوماسي بتاع السعودية. تمام. طيب المرأة هذه عطني مواصفات المرأة هذه، وين تعمل، وش ظروفها، وش تقييمك للمرأة هذه، عطني خلفية المرأة هذه، وش تقييمك لها يعني؟ صراحة المرأة أول حاجة هي عاملين لها VIP عندنا في السودان، هناك عندنا في المطار كذا صالة، هي بتكون أنت قاعد في صالة وكل الناس تخدم عليك كده بفلوسك. تمام. طيب ففي التفتيش قالت أنا ما بتفتش. ليش؟ قالت أنا جاية تبع الوزير تبعنا. أنا أقول لك عن الوزير تبعنا وبعدين هقول لك عن الشخص الثاني في السعودية. هيك معها كم جنسية المرأة هذه؟ كم جنسية معها يعني؟ هي سعودية، جواز سعودي، بس أقول لك يعني في الشكل تقريبا يا مجنسة يا شخصي هنا، يعني ذولا يعني معها جنسية واحدة بس، أنا قلت يمكن معها أكثر من جنسية مثلا. لا 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 لا، جنسية واحدة. طيب قلت لك ممكن ترجع اليوتيوب حتى تلقى الكلام 2013. طيب فأنا بحقق معاها قبل ما انها هي تخش على التفتيش. رفضت تماما انها تخش على التفتيش. فالبنت بتاع الطيران المدني بتكلم معاها، بيقول لها ده امر بتاع طيران، ما عنده دخل بوزير، ما عنده دخل بكل شيء. فضربت على الملحق بتاعكم اللي هو اللي كان بره في العربيه، يعني منتظر انها هي تطلع. تمام. ايوه وللاسف يعني معاه ضابط سوداني تاني وتابع لمكتب الوزير. فقاموا عايزين يعني ما يخلها تسافر، خلاص ما عرفوا انه الناس دي حتشوفوهم كويس. في الشنطه بتاعتها فيها اثار، قطعه بتاعت اثار ثمينه جدا، وفي حكايه بتاعت 6 7 كيلو ثعب ذهب. تمام. فقامت شنو، احنا طلعناها، قامت اتصل على الشخص ده، دخلناها المكتب، اتصل على الشخص ده معاه الضابط السوداني ودخلوا على المكتب عندنا. انا كنت مناوب، يعني انا ضابط صغير مو كبير. تمام. وعلى اتصل على الساعة 3 او 4 كده، على الطيارة اللي ماشية على الساعة 5 سعودية، طيارة سعودية. فجاني الضابط الاعلى رتبة، هو تابع للاستخبارات العسكرية، فيتكلم معي قال لي معلش احنا الشخص ده يهمنا وتابع علينا احنا، ولامر يعني كبير، يعني ما امر هنا، امر كبير. ايوه طيب. ايوه قلت له انا بباشر عملية، يعني احنا عندنا امر، احنا نفتش الشنطه وعندنا امر نفتش الحرمه دي وجايبته. حتى هي قاعده اسبوع او 5 ايام، يعني غريب جدا.
وهي قامت بتقول لا انا ما بتفتش وتتكلم. اتكلم معي الضابط، قلت له لا والله انا ما امام بحد. تربط الوحده بتاعتي في ناس برضو سودانيين يعرفهم، والوحده بتاعتي في المطار خرطوم اسمها الاداره الف، هي الاداره تابعه للناس الكبارات، يعني ناخذ منهم اللي احنا عايزينه بعدين نشوف. جاني مقدم اسمه ابراهيم، يطراه بالخير، مع انه هو برضه شاتوه برا. شوف الخصاصه بتاعت السياسات السودانيه والخصاصه بتاعت الناس الكبار. ف جاني المقدم قال احنا الشنطه حنتحفظ عليها تمام، والحرمه اذا عايز تاخدوها خدوها، بس هي ما تسافر، احنا ما حنقدر نخليها تسافر، او اذا تسافر تسافر بس الشنطه بتاعتها ما تطلع من السودان. جبنا صحفي، جبنا صحفي ينشر الخبر يعني عشان احنا نكون في السيفت، يعني مثلا هذول ضباط انت تعرف المشاكل بتاعت الضباط، يعني ممكن يقولوا هذول ارهابيين، هذول عملوا شيء وبعد يعني بعد عملوها فينا يعني تمام؟ اي نعم مثلا يعملوا لك حاجه غلط. فانا انا انا من الناس اللي صورت الدبلوماسي وصورت السوداني كانوا لابسين ازياء عاديه، يعني ما ازياء بتاعت ناس مسؤولين تمام. عندك صورتها يا لورد؟ انا جاي جاي على الكلام، احنا عمل معانا كانك انت جاي، انت لو كنت خليتها تروح كان رقوق، يعني رقوق ضعب كبير ويك ويك. لا بس انا ومعي الشخص الشريف هذا المقدم رفضنا تمام، وانا طلعت برا كنت صورت السياره وصورته. ايش اللي حصل؟ اتصل علينا طه، الان هو مستشار الديوان الملكي اللي عندكم السوداني، انت ممكن تشوف عندهم اسمه طه، اسمه مين طه، مين كان مستشار رئيس الجمهوريه السوداني. اتصل علينا التليفون وقال كلكم تتحول على المكتب، يعني تحقيق عقوبة. انا والضابط اي لا عقوبة. انا والضابط هذاك اي هذاك المقدم وانا طل من الناس المكتب بتاعي الاداره بتاعتي اسمها الاداره نادونا قالوا طيب الان هم حلوك للتحقيق انت والمقدم. المراه والشناط وصار عليها سافرت المراه، المراه مو سافرت، رجعوها ودوها الملحق بتاعكم اللي هو في السفاره. احنا قلنا بس ما عندك خبر هل هي سافرت مره ثانيه او بس لا ما هم حتكون سافرت، لان الحاجات احنا اخذناها. وشوف لعلمك يعني احنا بعد ما اخذنا الحاجات وقلنا حنسلم، احنا عندنا هناك في السودان بنسلم لسلطه ثانيه غيرنا، يعني الاثار على الذهب بنسلمها لناس ثانيين. فلما احنا جينا المكتب بتاع هذا طه ده طه الذهب معليش يعني ذهب خام ولا مجوهرات ولا خام 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 اقول لك خام هي كيلو اللي يجي يعني خام مثلا على سبائك تمام. فدخلنا على المكتب فسالونا انتوا شو يعني تشتغلوا شنو؟ قلنا احنا ضباط في المطار، يعني انا ضابط صغير انت عارف الملازمين بيعملوا تحقيقات وهي الحاجات. طه والوزير شخصيا، الوزير كمال عبد اللطيف ممكن تخش اليوتيوب، هو اللي كان ورا كل هاي المشكله. هم الاثنين كانوا ضباط في الجيش وقاموا يقولون على وزاره الخارجيه بيقولوا شنو دبلوماسيين كويس. فقام قال وين الاثار؟ احنا طبعا دسينا الاثار، الذهب حنوديه وين؟ حنوديه لوزاره المعادن اللي هو فيها كمال عبد اللطيف. والاثار خدناها، يعني كان زي حصان حاجه كده. فالحصان اظنه تقريبا حاجه ترمز للسعوديه، او حاجه ملك زمان جه السودان وشنو يعني الاثر ده كان موجود هنا في السودان. فكلمنا ناس الاثار، جات بيت قالت الاثر ده 400 سنه في المطار، فكل مطار ممكن تعرف في ناس بتاعنا اثار يجي يفحصوا الاثار يشوفوا الاثار هي حقيقيه ولا انتيك وكلام هذا، لانه كان في نفس التحقيق قالوا انتيك وجاي من درمان وهيك وكلام. فالبيت قالت لا هاي الاثر اكثر من 400 الف سنه وتجي لشخص معين في السعوديه او ملك معين في السعوديه. معلش طيب. معلش 400 الف ايش؟ 400 ألف سنة تقريبا حاجة كده ما أذكر، لأن الفترة طالت صراحة. بس أنا ما أقول تقصد الآثار يعني 400 ألف سنة؟ إيه إيه الأثر هذا الحصان أو حاجة كده، هو شكل حصان تمام؟ يعني أو يعني عمره يعني خلينا نقول 400 ألف سنة، يعني قديم مرة يعني. إيه أثر في النهاية آثار يعني تمام؟ ف
نحن بعد ما احنا قاعدين في المكتب تقريبا يتكلم معاه واحد من مسؤولينكم اللي في السعوديه، مو موجود في السودان، مو ناس الملحق العسكري. فبقول له لازم يجي الحاجات دي قبل مواعيد عيد ميلاد حاجه. المهم تقريبا هي رايحه لحد في عيد ميلاد هديه في حاجه، المهم حاجه كده. فقام هم خلاص خلوا الذهب، الذهب ما عندهم شغله بقى، بقوا على شنوب وصاد الاثر. قال لازم تجيبوا لنا الاثار. قلنا لهم احنا ما جينا اثار اصلا، كيف انتم ما قلتوا في تحقيقكم في اثار؟ المقدم طلع انه فاهم لانه عنده خبره كثيره، فما عرف انه فيها ملحق عسكري وفيها سفاره وفيها كثير حاجات. فقام خبى الاثار من الشنطه، خدها وخدتها عنده، يعني خدها معاه ودانا في الاثار للبيت اللي كانت شغاله بالليل. اتفقوا مع بعض هم يخطونا في بعدين، يعني نودي الموضوع لحته ثانيه. فصراحه كان الموضوع وصل لرئاسه الجمهوريه اللي هو رئيسنا اللي كان سابقا عمر البشير، كان بقى فونجي ولا بقى اي شيء، كان حد نزيه جدا. ففي اسبوع طوالي شال الوزير برا، قلت لك ممكن تخش اليوتيوب وتشوف على المعلومه انا قلتها لك، تمام؟ خذوا برا. بعد برضه طه بقى عليه لانه كان كثير ملفات عنده بعد حصل الانقلاب. فيتضح انه طه تابع لشنو؟ للسعوديه او جاسوس او كذا حاجه. فالان هو مستشار لمحمد بن سلمان شخصيا. فانا بقول لك في خلاصه الموضوع، كل الحكام العرب مثل محمد والله بن زايد والله كذا بتدخلوا كثير في الشؤون. هسه الان في الحرب اللي في السودان، تمام؟ اخلاق في السودان أخلاق. تقول هذا طه، عطني اسمه كامل، تقول مستشار محمد بن سلمان حاليا هو. اي بعت لك اسمه في الخاص ان شاء الله، بس ما اذكر طه مين الحسن، هيك كذا تقريبا كان هو المسؤول مستشار رئيس الجمهوريه زمان في تعليق ممكن السوداني. هو المستشار اي لا مستشار في الديوان الملكي وعنده جنسيه او تابعيه سعوديه تقريبا. فانت في بالك يعني مثلا شخص مهم زي هذا ليش يودوه السعوديه بعد الانقلاب بتاع السودان، بعد الانقلاب مع بشير؟ وليش السعوديه تاخذه؟ هو كان متهم اكثر من الناس المتهمين من اخلاء في الامن في السودان، الامن الاستخبارات اللي في السودان، كل شيء. يعني الناس كانت تكتب عنه تقارير كبيره وكل شيء. هو حقيقة معلومات قريبة، لو تراسل لي بالله على الخاص أخ لورد. أراسلك وقابلك، أنا موجود هنا في بريطانيا برضو معك إن شاء الله. إن شاء الله والله. شوف يفضل أنا أنشغل حقيقة بالمقابلة، لكن لو تراسلني خاص. لا مو أبشر. إن شاء الله بإذن الله يكون بيننا تواصل إن شاء الله. ممكن تحقق من كل معلوماتي، خش اليوتيوب اكتب إغالة وزير المعادن كمال عبد اللطيف، ايش الكلام الدار، حتعرف الكلام وتشوف كل شيء بعينك. يعني احنا كنا الصحفي، انا شالوني من المطار، طلعوني برا على حاجات عمليات، وصاحب المقدم برضه خدوه برا. فبعد ذاك حصلت اشياء كثيره، يعني احنا في مواقع بعد ما شلنا الوزير كل شيء، طبعا يكون عنده ناس تابعين، عرفت؟ فبيجوا يتابعونا في كل مكان، يعني في كل مكان احنا وزعونا فيه، بنلقى كثير مضايقات، يعني من ضابط اعلى منك، من شخص ثاني خدتوا لك حاجه على كلامك انت، خدتوا لك حاجه. ايه انا من الناس اللي قالوا اني استخدمت سلطتي في حاجات كثيره كان في مشكله، وانا عايز احلك ضابط على اساس انه المشكله ما تمشي لقدام، ولا ما مشكله كبيره اصلا كانت، بس كبروها على اساس انه يشيلوك انت برا. فلما جيت بريطانيا هنا كان عندي دلائل واعطوني الاوراق اللي جوا، انا طلبت اللي جوا دخلت بريطانيا. فحتى كمان انا لما ما لحد الان لي 9 سنوات ما نزلت السودان، تمام؟ فبعد البشير سجلت كل شيء، عندي صحابي لسه بيقولوا لي اسمك لسه محفوظ. معك الجنسيه البريطانيه الان، انت معك اقامه دائمه؟ مقدم عليها اقامه دائمه الحمد لله، مقدم عليها. تمام ان شاء الله باذن الله على الخاص لو تراسلني ان شاء الله نتواصل باذن الله. ابشر اعمل لي متابعه وانا اعمل لك ان شاء الله. تحياتي لك لورد، شكرا. يلا سلام. مع السلامه. نورة تنصحني انتبه من المقابلات. لا الامور طيبه.
اصلا ما يا جماعه تراني انا ما اطلع، يعني حتى طلعاتي نادر جدا، يعني اني التقي اما صحفي ولا، يعني نادر نادر جدا، يعني يكاد ما يكون عندي اصدقاء، نادر نادر بالفعل، علاقاتي محدوده جدا. يعني انتبه من الاغتيالات. لا والله انا ماني خايف من الاخ السوداني ذا، يعني من خلال كلامه أنا أقول لك القصة حقيقية اللي قالها، ولكن تحتاج لترتيب وتحتاج، أنا أعرف الواحد الصادق يعني من نبرة صوته وكذا. القصة اللي قالها على الأرجح يعني نسبة كبيرة من القصة حقيقية يعني، ولكن تحتاج لترتيب وتحتاج كذا. اللي أنا خاف إنه يغتالني محمد بن سلمان، مو هو الأخ لورد هذا اللي أنا هذا أخاف. إيه